ونبقى في صلاح الدين لكن ميدانيا، لينضم إلينا مراسلنا من هناك ياسر عدنان ويطلعنا على آخر المستجدات في المحافظة. ياسر أهلا بك ومرحبا معي، تفضل. نعم ياسر. نعم تحية طيبة لكم ولكل مشاهدي زاغروس تي في. يعني في محافظة صلاح الدين وتحديدا على الصعيد الأمني، تمكنت قوة من الأمن الوطني في إلقاء القبض على مبتز إلكتروني في أحد أحياء مدينة تكريت. هذا الموضوع بدأ يعني ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا هنالك كثير من ضعاف الأنفس الذين ينتحلون أو يعني يعملون على هذه الأفعال المشينة، لكن جهود القوات الأمنية تمكنت يعني في هذه الأيام من إلقاء القبض على أحد هؤلاء المبتزين. أيضا على الصعيد الأمني والإنساني، كان لمحافظ صلاح الدين لقاء مع شيوخ مناطق جنوب المحافظة، واللي هي تحديدا في مناطق عزيز بلد، وهذه المناطق اللي يعني تعرضت مدنها وأيضا إلى الأحداث الأخيرة، أحداث داعش، وأيضا أدت إلى هنالك نزاعات عشائرية. هذا اللقاء يعني كان هدفه هو تعزيز السلم المجتمعي وأيضا تفعيل المصالحة بين العشائر، لأنه كثير من العشائر لم تعد إلى هذه الأماكن وأيضا إلى دورها بسبب نزاعات وأيضا بسبب انتماء بعض العناصر من هذه العشائر. طبعا كثير من المناطق إلى حد الآن ينتظرون العودة وأيضا تفعيل موضوع السلم المجتمعي و في هذا الموضوع في مناطق عزيز بلد وأيضا في جنوب مركز المحافظة. هذا من جانب. من جانب آخر، هنالك شكاوي كثيرة يعني على موضوع تحديدا التمر الصحي. هذا الموضوع يعني موضوع التمر الصحي الذي يقع ضمن حدود مدينة تكريت، وما سبب يعني كثير من المشاكل، قد تؤدي إلى مشاكل صحية وأيضا نفسية، وبالتالي المواطنين يرفضون أن يكون هذا التمر داخل الأحياء. هنالك مطالبات وردت يعني، وأيضا طالبت قناة زاغروس لنقل المعاناة اللي موجودة لهؤلاء المواطنين من تضررهم من هذا الموضوع. فأيضا البلدية اليوم عليها مسؤولية في موضوع هذه المسألة، وموضوع يعني إبعاد موقع التمر الصحي عن داخل المدينة. تقريبا هذا كل ما موجود اليوم على ساحة المحافظة وما موجود في جعبتي. نعم ياسر عدنان، شكرا جزيلا، كنت معي بصوتي وصورتي من صلاح الدين.